مرحبا واهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد اليوم مثل ما قريتوا بالعنوان نتائج التصويت اللي عملناها لحتى نحدد اللغة. مثل ما ذكرت لكم بالفيديو الماضي قلت لكم انه راح اعمل لكم لايف لحتى نعرف باي لغة راح نبلش الفيديوهات والكورس. فعملت لكم فيديو باليوتيوب راح تشوف انه ما في بالقناة لانه مسحته، في كان كتير ضجيج وصوت ما مركب كتير منيح، وهيك لهيك قلت معلش ما بنخليه. وكان جميع الأحوال النتيجة فيه متساوية، 50% هولندية وخمسين بالمية بدون تركي. لهيك قررت أعمل ستوري باليوتيوب، سوري مو باليوتيوب، ستوري بالإنستغرام مثل ما عم بتشوفوا، وطلع النتيجة أحسن. فالهولندية ما بده حدا يعني استبعدتهم، لهيك ضلت الإنجليزية والتركي، والعدد الأكبر مثل ما عم بتشوفوا باللغة التركية، الإنجليزية أقل منها عددا. فلهيك راح نبلش الكورس باللغة التركية بتعلم اللغة التركية، وإن شاء الله بعدين نحدد إذا بدنا نعمل لغات ثانية. أهم شيء هلأ إنه تجهزوا حالكم، تركيزكم، نفسيتكم، ما تقولوا إنه ما راح أقدر وما راح أعمل، جهزوا حالكم كثير منيح، حضروا ورقة وقلم لحتى تسجلوا وتضلوا تذاكروا الدروس، وحضروا قدامكم كمان لحتى تسمعوا وتركزوا كثير منيح بالدروس، وإن شاء الله نتوفق مع بعض وتصيروا بتعرفوا وتحترفوا اللغة التركية. بشوفكم في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. باي.